لحد هلا شيف شادي اليوم ما قدر ابدا يتواصل معكم، كان عنده قهره، حكينا له عن الخيار والبندوره والى اخره وكل هالامور، بس هو بعد ما قلع فعليا بالاعداد لماكولاته. خلينا ننتقل لعنده بليز حرام. بونجور، صباح الخير، معكم الشيف شادي زيتوني، بطلع تلفزيون المستقبل، بعمل برنامج ورشه مرق. عجبك الموضوع؟ احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم معنا، اربع دقائق سريعين جدا مثل العاده. اليوم عندي وصفات كثير عن جد، ان شاء الله بعدين على الساعه 12:05 بس نجي هالفقره الطويله رح تكون اليوم حوالي 20 دقيقه، اقدر وصل هالمعلومات كلها بطريقه جيده. مثل ما بتعرفوا مره حكينا عن وصفه سعوديه بامتياز او بيعملوها كمان بالمملكه العربيه السعوديه، هي اللحوح بالحيح مرتين، يعني لحوح هي مثل الكريب، قريبه من الكريب بس عجينتها مختلفة، بتحتوي كمان على خميرة، الكريب ما فيها خميرة، يعني هلا بعد شوي صغير بنحكي عنهم. وفيهم كمان أو لحوح مثل الكريب، مثل كمان عجينة التورتية، يعني شغلة بتكون كتير كتير رقيقة، فينا نحشيها من السكر، من القرفة، الشوكولا، موز، فريز، اللي بدكن إياه، وفينا كمان نحشي اشياء مالحه مثل الارض شوكي، مثل تقول الاسباج، مثل اللحمه، الدجاج والسمك، شو ما بدكم. اليوم باللحمه المفرومه بحشوه بتعقد بتجنن، خلوني بس فرجيكم انه كيف بس بنعمل وحده منهم، طلعوا كيف هيك بالطريقه، ولا اهين من هيك انه نعمل مدنا مقلي مسطحه شوي، اوكي، مثل مقله الكريب، او فينا كمان نعملها على الماشين تبع الكريب يلي فيكم تشتروها بكل بيت من بيوتكم. لكن انا هلا رح اشتغل باللحوح بعد شوي ورح نرجع نشرح عنه، وهلا رح اعمل كمان وحده سريعه جدا، طلعوا كيف، ولا هي من كانه عم نعمل كريب، بس ما رح نحكي هلا عن العجينه لانه ما رح يكون في وقت انه نكتبها قدامنا، رح نحكي عنها بعدين. هيدا واحد. اثنين، الوصفه اللي رح يكون عندي اياها اليوم وكثير مؤثره جدا، رح هيك تدخل على مشاعرنا وتكون هيك، اللي هي الكبه. بس الكبة اليوم هي بالبتنجين والرمان. عم بحكي مع حضرتك. بالبتنجين والرمان، رح نعمل هيك حشو بتعقد، بتنجين، الثوم، البصل مع دبس الرمان وحبوب الرمان، خاصة هلا الموسم في رمان وين ما كان. اثنين، الكبة رح تكون كمان مفتوحة من فوق كمان ورح نحشيها بحبوب الرمان، ورح كمان نرفقها بكمان خلطة كتير حلوة من الفطر مع شوية بصل وثوم معمولين بطريقة جميلة جدا جدا جدا. رح يكون عندنا لكن لحوح باللحمة، رح يكون عندنا عجينة الكبة، رح يكون عندنا حشوة الباذنجان، ورح يكون عندنا هالخلطة الفطر الحلوة. بس بتفرجيكم شغل قبل ما ارجع لعند غادة بسرعة. طلعوا الجميل هلا بدنا نتعلمهم كمان بعد شوي بهالطريقة. في عندنا، اوكي، ما عرفناكي على المشاهدين، الكبة، اوكي، يعني عجينة كبة معمولة بطريقة حلوة. كيف بنعملها هيك؟ بدنا نتعلمها بعدين. غادة نرجع لعندك. كله بعدين، إلا ساعة بتعد لنا ما شفنا شيء. أنا أربع دقايق ما شفنا شيء. أربع دقايق شو بدي أوصل؟ أربع دقايق وسريعين كانوا. يا دعان الأربع دقايق. يلا بدنا تطبيق بعد شوي. يلا ناطرينكم. عم نتابع مع صعب كثير وغسان. غسان صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ شكرا الله. عندنا موضوع له علاقة بالتواصل. صحيح. صحيح؟ مشان هيك جايب لنا ناس اليوم على الاستوديو نحن بنحبهم كثير. عرفنا على ضيوفك. من أهل البيت. إيه، من أهل البيت. تفضل. بدي أقول إنه بتأملنا بعالم الطبيعة بنشوف إنه كل الكائنات بتتواصل. النمل، النحل، كل الكائنات وبتأسس مجتمعات منتظمة. ولكن اللي بيميز التواصل الإنساني إنه تواصل هادف، إنه تواصل بناء، من خلاله بنبني ثقافة العيش الواحد، العيش المشترك. هذا العيش المشترك بحاجة لتواصل، ولكن لتواصل سلمي وسليم. أنا مشان هيك بدي رحب بضيفتنا العزيزة مدام تانيا غرة، أخصائية بالتواصل السلمي. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. فيك صباح الخير. صباح الخير غادة. صباح النور. وبدي احيي بير جو ماري شامي،
أبونا متخصص كمان بندر حياته لخدمة إخوتنا الصم من خلال أنه بترجم اللغة المحكية بالإشارات. أهلا وسهلا فيك أبونا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك مدام تانيا. السؤال الأول لك، قديش صعب نتواصل مع الآخرين؟ قديش صعب نعرف حاجاتهم؟ قديش صعب نقدر نتكامل معهم؟ أول شيء اسمح لي أعبر عن فرحي أني موجودة معك اليوم وأنك من فريق العمل صرت انضميت. أنا بعتبر هيدي إضافة قيمة وثمينة لنا بعالم الصباح. من أصعب المهام اللي ممكن نعملها كبشر هي التواصل، وهي أكثر نشاط منقوم فيه بحياتنا اليومية. يعني من كل 10 دقائق نحن صاحيين نتواصل 7 إلى 8 دقائق. ليك قديش منمارس هالرياضة إذا بدنا نقول. منخدها باستلشاء، منخدها بتحصيل حاصل، هي عملية التواصل، مع أنها هي معقدة جدا لأننا نحن عنا معقدين التواصل، معقدين بتركيبتنا مش معقدين من الناحية السلبية طبعا. من أصعب المهام لأنه بحاجة نعرف حاجات بعضنا ومشاعر بعضنا لما منكون عم نتواصل. يعني مثلا أنا هلأ عم بوجه الحديث لإلك، من المهم جدا أنه اسأل الأبونا يلي عم بيعمل الإشارات هل سرعة كلامي جيدة للترجمة اللي عم بيقوم فيها للأشخاص اللي عندهم مشكلة سمع جيدة. فإذا أنا اطمنت هلأ بالحديث مع الأبونا مش الحال أنه أنا ما عم بركض عليه، فإذا أنا انتبهت لحاجته أنا وعم بوجه الكلام، لأنه حاجته أنه يلبي حاجة آخرين كتير أكتر مني عم يحضروا. من الضروري اطرح الأسئلة، اسألك حاجتك أنت شو؟ أنت مش قادر تقشعني، حاجتك تسمعني جيدا؟ هل عم تسمعني جيدا؟ هل كلامي عم بيكون واضح؟ إذا بطرح الأسئلة البسيطة هن مفتيح بيساعدوني اني اتواصل بطريقة بناءة اكتر وايجابية اكتر، او بمعنى اخر طريقة سلمية. طب بدي اسألك بالنسبة للتواصل للانفتاح، يعني نحن بنعرف انه نحن من خلال التواصل بنحقق وجودنا، بننمى بشخصيتنا، بنحقق حركتنا بطريقة كتير ايجابية، طبعا نكون عم نأذي الاخر او عم نسبب له اي ضرر. قدي اليوم لأشخاص عندهم حاجات خاصة أو حاجات مختلفة مثل ما حضرتك بتحب دايما تقولي، قدي هالشي بده يكون إجابة لقلون، وقدي بده يكون سبب لنجاحهم واندماجهم بقلب المجتمع. إذا بدي ركز على فكرة الاندماج، يعني أنا بتصور تقدر انخرط بمجتمعي، بدي اتكيف معه، بدي اتأقلم. مزبوط يلي قلته مزبوط 100%. أنا ما بقول اسمها حاجات خاصة لأن عنا ميول نشوفها كأنه هيك استثناء. هي حاجات مختلفة وكلنا حاجاتنا مختلفة. يعني أنا حاجاتي مختلفة عن حاجاتك وحاجاتك مختلفة عن حاجاتي. إذا بنطلق من هالفكرة، إذا أنا ما بدي أطلب منك كتير أكتر مما بطلب من ذاتي. يعني أوقات بحس أنه نحن عم نطلب من يلي عنده حاجات مختلفة عن الأغلبية، إذا بدك نسميها حاجات خاصة، نطلب منه أكتر من طاقته أوقات. يعني المجهود يلي بيعمله أي فرد عنده حاجة مختلفة عن الأغلبية بده طاقة مهولة طبعا. هيدا شيء جيد، إنما مطلوب مني أنا كمان إذا أنا بعمل مجهود أعلى شوي بخفف عنه مجهوده الكبير وبنلتقى بوسط الطريق أنا وياه. هذا كتير صحيح. فإذا ما بدي بقى أطلب أنا يعني أطلب من شخص تنقول ما بيقدر يقشع أو ما بيقدر يسمع إنه يندمج وإنه يدرس زيادة ويبرهن حاله كل يوم 20,000 مرة وأنا قاعدة ما عم برهن حالي تجاهه أو تجاه حالي. يمكن إذا من الضروري جدا إنه نلتقى دائما بوسط الطريق. كلمة التواصل أصل الإيتيمولوجي باللاتيني اسمها كومونيكاري. كومونيكاري يعني الوضع في الوسط، يعني إنه أنا أجي شوي وإنت تجي شوي من ميلتك ونتشارك في الوسط. فهيدا الأمر بينطبق كمان على ذوي الاحتياجات المختلفة أو الخاصة. الاندماج للشخص يلي معتبر حاله بسبب اختلافه إنه مطلوب منه أكتر ليقرب على المجتمع ليندمج معه،
أنا برأيي لازم طبيعياً يكون مندمج، لأنه حاجته مختلفة، إنما ليست هيك نازلة من السماء أو غير شيء جاي من غير كوكب. صحيح. هي فقط حاجة مختلفة. أنا لما بعمر مدينة لازم أعتبر إنه في أشخاص بيناتنا حاجاتهم مختلفة عن كل الناس، ما فيهم يطلعوا درجة، إذا إلى جانب الدرجة يمكن بحط زحليطة صغيرة أو طلعة صغيرة بتساعد يلي مقعد أو يلي ما بيقشع إلى ما هنالك إنه يطلع عليها، لأنه نحن كلنا جزء من هالمجتمع. نفس الشيء بالتواصل، أنا كجزء من المجتمع إذا عم بحكي مع شخص ما بيقدر يسمع بدي يكون ملافظي وصوتي واضح، يمكن عفوا ما بيقدر يسمع لازم يكون كلامي فمي عم بيتحرك بطريقة واضحة مع لغة جسدية، وكلنا عنا لغة الجسد تكون ظاهرة بإيدي بوجهي ببسمتي لحتى يقدر يفهم علي. إذا شخص ما بيسمع ما بيقشع عفوا لازم أنا صوتي يكون واضح بالنسبة له، يمكن يعوز إني ألمسه أو اسمح له يلمس بشرتي ليحدد أنا وين. فهيدا الشيء هيدا لما بلتقى بالنص بيني وبينك، إذا قلت لي أنا بتسمحي لي إنه بس حدد وجهك أنت ما عم تتحشر فيي، هيدا حاجة لإلك انطلاقا من الحاجة. كم بدي اسالك قد ايه الاخر بده يكون منفتح على اللانجاج هيدا، على الثقافه هيدا، على هالتعاطي، على هال هي يعني الاخر السوي لقول او ما عنده حاجه بالمعنى. مش كل الناس بتتقبلها، اكيد مش كل الناس بتتقبلها، بيعتبروا تحصيل حاصل. مزبوط. انه لانه دائما لانه الاكثريه بيلتقوا باشخاص بدون حاجات خاصة. صح. فناس مش دائما بتقدر انه تتقبل انه انا ليش بدي اعمل هالافور الزايد لا انقذ مش لا يعني لا اتواصل مع هول الاشخاص. صحيح. انه وهيدا الشيء بيأثر مش على عمليه اندماج اي شخص مختلف عن الاكثريه. ايه. بقول بحاجاته. صح. مش في ناس ما بتستوعب، هي فكره ثقافه عامه، هي ثقافه تربيه. مزبوط. هي مثلا مش من زمان وزاره التربيه اللبنانيه ادخلت الاندماج على المدارس، ألزمت المدارس انها تعمل عمليه ادماج للاشخاص اللي عندهم احتياجات مختلفه، والنتيجة عم بتكون بالصفوف الابتدائية رائعة بين الطلاب. يعني الطالب الصغير يلي معود انه يشوف طالب معه يمكن مختلف عن يلي بيعرفه، ما عنده تفرقة. مظبوط. بيعمل مجهود طبيعي. ما في ما اسمه مجهود حتى بيصير بيتواصل بيلاقي اساليبه معه من اول نهار. هاي هي الثقافة يلي بدها تنبنى من اولها. صحيح. ما اقول كلمة معاق معوق حتى على أمل أنه تصير بطل حاجات خاصة تصير حاجات مختلفة. مثل الأولاد الصغار بالضبط وقتها بيكونوا تحت عمر السنة أو سنة ونص ما بيحكوا، تطلعي بتلاقيهم ولدين عم يلعبوا مع بعضهم عم يفهموا على بعضهم. صحيح. ما بتعرفي كيف. صح. بالضبط نفس الشيء بيضلهم يلاقوا طريقة أنهم يفهموا على بعضهم ويلعبوا مع بعضهم، هول الأولاد ما بيحكوا. فكيف فنفس الشيء يعني وقتها بتفوتي من مراحل صغيره خلص بيلاقوا طريقه طبيعي بيصير كثير طبيعي. بيصير امر كثير طبيعي. نحن نتواصل ليس فقط بالكلام وليس فقط بلغه الجسد بالاشارات وليس فقط بالصوت، بكل حواس. نعم. هيدول هن بنعملهم بثلاثتهم، والحلو انه عندنا عقل ضميري، عقل مفكر. صحيح. نحن لا مش ببغى منكرر. صحيح. وعقلنا الضميري مع ثقافتنا مجتمعين ما مفروض يكونوا عائق بحياتنا، لحتى أي شخص حاجاته مختلفة عني عنده عطية عنده هدايا مثلي لما خلق، إنه فصله عن بقية الناس اللي حوالي، إله محل بالعمل مثلي مثله، إله محل مثلي مثله بالمدرسة، إله محل بالتنقل بمدينتي مثلي مثله، وفي وسائل وبقدر طورها وعم طورها لحتى ساعده مثل ما أنا بحاجة لغير أدوات لتساعدني أتطور. مدام تاني هون هيدا بالذات اللي عم بتقولي بفوتني على سؤال الأشكال التواصل، يعني اليوم لذوي الحاجات المختلفة، خلونا نقول الأشخاص المختلفين. نعم. عم بلش نظبط اليوم. بدي أسألك قديه يعني إذا بنتواصل بمختلف الإعاقات أو الحاجات الخاصة. نعم. يعني أنا ما بقشع بدي أحكي مع شخص ما بيسمع. نعم. وقعد بينتنا شخص ما عنده مشكلة حركية. نعم. كيف أنا بدي أتواصل معه؟ يعني إذا أنا ما بقشع تنقول. no. إنما أنا عندي صوت. no. وعندي لغة الجسد حتى لو مش دارسها بعرفها لأنه طبيعيا. no. بمارسها للغة جسدي. بدها تكون امتداد لمنطق اللي عم بحكي. صح. فيه. أنا طبيعيا بعرف صرت اليوم إنه الشخص يلي عنده صعوبة سمع أو غياب بالسمع هو شخص بحاجة للغة جسد وفم عم بيتحرك بوضوح، ما في أحكي أنا وبرمله ظهري.
بدي احكي انا وبوجهه، واذا بحكيه بهيدا الهدوء وباللفظ السليم رح اتواصل معه، ما في اي مشكل. اذا شخص عنده مشكله حركيه بس قادر يصغي ويقشع، اذا ما في مشكله تواصل معه من هالناحيه. فيعني والعكس صحيح، اللي عنده مشكله مختلف الاعقاب بيتواصلوا مع بعض. صحيح. وبتعرف اوقات كثير بدي اقول لك شغله، اوقات كثير مش بحاجه لكلام واضح لنتواصل. هيدا الحلو بانسانيتنا، ببسمه، بموقف، بصمت، اوقات بنكون عم نتواصل كمان اكثر. انا بدي اشكرك مدام تانيا، بعتذر انتهى الوقت، بدي اشكرك على حضورك، بدي اشكرك على الافكار اللي غنيتينا فيها. شكرا لك. ثانك يو. ميرسي على حضورك. ميرسي ابونا، ميرسي على حضورك. باسم الصوم كلهم بقول لك ميرسي. غاده لك ميرسي. ميرسي لك غسان ولضيوفك، اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم. رح ناخذ كمان مره بريك مشاهدينا، وخليكم معنا لنتابع بقيه عالم الصباح. Thank you.